$12 على كل غنية رح تسمعوها بهالموقع. هاي أنا نور وهي قناتي نور فلوغز. بهالفيديو رح أخبركن عن موقعين بنحصل منهم على ربح فقط مقابل خدمات كتير بسيطة وسهلة ومن داخل منزلنا. وقبل ما أبلش الفيديو، إذا كنتوا جداد على هاي القناة لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليوصلكن إشعار وقت نزل فيديو جديد، ولا تنسوا اللايك إذا عم يعجبكم فيديوهاتي. هاي واجهة الموقع الأول. كل اللي عليكم تضغطوا على ساين أب وتبدأوا تعبوا المعلومات، الاسم الأول هون، الاسم العائلة، اسم المستعار، الإيميل والباسورد، وهون بتعيدوا الباسورد، ولازم نضغط على أنه لست برنامج روبوت، وبعدين بنضغط على ريجستر. طبعا أنا مسجلة بهذا الموقع جربته، فبياخدكم بعد التسجيل على هاي الواجهة. وهلأ بعد ما عرفنا طريقة التسجيل رح نبدأ شغل بالموقع لتعرفوا كيف تكسبوا. هاي الإحصائيات بالموقع وهي البوينت النقاط اللي حجمعوهم بالموقع من خلال شغلكم فيه. وهون الدولارات اللي معكم، لما تجمعوا النقط هون بتحولوها لدولارات بكل سهولة وبدون أي مشاكل. وهلأ رح ورجيكم كيف أنا استخدمته وحولت البوينت لدولارات بالتفصيل. لتبدأوا شغل بالموقع وتقدروا تسمعوا الموسيقى، بنروح على الليسن راديو. طبعا اللي ما بيحب يسمع موسيقى فيكم تلغوا الصوت، تعملوا ميوت وتخلوا شغال وتربحوا. مثل ما شايفين هون عطانا 3 راديوهات ممكن نشغلهم ونربح منهم. طبعا هدول انواع الموسيقى. هون عنا اول راديو هو ميكس، وتاني راديو هو دانس، وتالت راديو هو ايزي ليسنينج، يعني هدول انواع الموسيقى. اما لنبدا شغل بتختاروا هون راديو، اي راديو بدكم اياه، بتطلع لكم هي الصفحه. لازم تشغلوا هي الموسيقى لتكسبوا بوينت. طبعا انا ما فيني شغل الموسيقى مشان ما يجي على الفيديو حقوق طبع ونشر. ومثل ما قلت لكم فيكم تلغوا الصوت للي ما بيحب يسمع موسيقى، وبعد ما تخلص الموسيقى بترجعوا لهي الصفحه وبتسمعوا باقي الراديوهات. طيب هلا الموقع كيف رح يدفع لكم الدولارات؟ الموقع هون عم بيقول لكم انه انتم على كل 15 دقيقه حتاخذوا ربع عمله، يعني ربع نقطه، وكل ساعه رح تاخذوا نقطه. أما طريقة تحويل النقطة البوينت لدولارات، منروح على Point Exchange، ومن هذا الخيار رح نحول النقط لرصيد حقيقي. هون مثل ما شايفين كاتب لنا Your point will be automatic exchange to USD at the 15 of the next month. يعني كل 15 يعني كل يوم 15 من كل شهر بيبدأ بيحول لك النقط لدولارات أوتوماتيكيا مهما كان عدد النقط. وهون مثل ما شايفين محول النقط لدولارات وبالتاريخ، يعني بمي حولت هالقد نقط، بمارس، يعني كل شهر قد حولت نقط. بتمنى تجربوا وتربحوا. خبروني بالتعليقات إذا عندكم أي سؤال أو إذا في شيء ما فهمتوه. أنا حاولت بسيط الشرح على قد ما فيني. الموقع جربته كتير حقيقي وبيحول النقط أوتوماتيكيا وما بده أي شروط. هذا كان الموقع الأول، كتير سهل وبسيط وما بده أي شروط. أما الموقع الثاني اللي من خلاله بنحصل على $12 على كل غنية بنسمعها، خليكم معي بالشرح. أما الموقع الثاني فمنروح على جوجل لنكتب بلاي ليست بوش، وبعدين بنضغط على أول خيار، وهي هي واجهة الموقع. هذا هو الموقع اللي من خلاله بتربحوا $12 على كل غنية بتسمعوها. كل اللي عليكم تضغطوا هون على هذا الخيار، وبعدين بتطلع لكم هي الصفحة اللي مكتوب فيها شو الاشياء اللي ممكن تحصلوا عليها بالموقع. هون مكتوب نحن بنعطيك $12 على كل ريفيو بتعمله للغنية، يعني انت بتشتغل بتشغل الغنية وبس تخلص بتحصل على $12 برصيدك. ومثل ما خبرتكم اللي ما بيحب يسمع اغاني فيكم تلغوا الصوت وتربحوا كمان $12. وطبعا في اغاني $6 $8 يعني حسب، بس اغلب الاغاني اللي شفتها هي $12. والفكره جدا لذيذه وسهله ومفيده. وهلا رح نروح على طريقه التسجيل بهذا الموقع. باختصار بتجي لهون على هذا الخيار وبتضغط ساين اب، وبعدين بتختار الدوله اللي عايش فيها.
وبعدين بنجي على الشرط اللي حاطينه لا تربحوا من هذا الموقع. هذا الموقع حاطين شرط بس بسيط كتير. طبعا لحتى تسجلوا بهذا الموقع وتقدروا تحققوا الربح الدائم منه لازم يكون عندكم من 400 ل 5000 متابع على السبوتيفاي. طبعا هذا الشرط سهل، لحلمكم هلا كيف تحصلوا على 400 متابع، بس بدكم 400. نرجع منروح على جوجل ومنضغط على موقع سبوتيفاي بلايليست ريديت. هذا الموقع طبعا معروف كتير بالغرب، هو موقع ضخم جدا للأغاني والموسيقى. كل اللي عليكم انه تسجلوا حسابكم بهي الصفحة، بنعمل هون ساين اب، وبعد ما نسجل بنعمل جوين للصفحة، وبعدين بتروح بتصير ترفع بلايليست هون، بتاخد من هونيك البلايليست من الموقع وبترفع هون. خليني ورجيكم انا كمثال كيف عم اشتغل، كيف عم اشتغل بهذا الموقع اللي جيب متابعين. طبعا انا جبت متابعين، بس رح ورجيكم كيف جبت متابعين. هون مثل ما شايفين اخذت موسيقى عادية وحطيت الرابط تبع السبوتيفاي، فأي شخص رح يضغط هون ليسمع الموسيقى رح يعمل فولو إذا عجبته الموسيقى. وفي عندكم كمان طرق تانية، بتروحوا على جروبات الفيسبوك أو إنستغرام أو حتى رفقاتكم العيلة، المهم تجمعوا 400 متابع. وطبعا معروف أنه في خدمات، يعني مواقع بتقدم خدمات من خلالها بتشتروا المتابعين، مثل موقع خمسات بتدفعوا 5 دولار أو 10 دولار، وبيبعتوا لكم كمية كبيرة من المتابعين على حساب بالسبوتيفاي. طبعا بعد ما تستوفي الشروط تبع المتابعين بالموقع بتضغطوا هون على connect your سبوتيفاي، فبدخلكم على هاي الصفحة. طبعا هالمواقع فيكن تشتغلوا فيها كمان عن طريق موبايلكن، يعني ما لكم بحاجة للكمبيوتر. وهلأ منجي هون منحط حسابنا يلي عملنا بالسبوتيفاي، هون منحط الايميل، وهون منحط الباسورد، وبعدين بنعطي لوجين. وإذا ما عندكم حساب بالسبوتيفاي وعم تبدأوا من الصفر، فكل اللي عليكم تضغطوا هون على ساين اب فور سبوتيفاي، وبيدخلكم على الموقع الرسمي للسبوتيفاي. فيكم تعملوا ساين اب عن طريق الفيسبوك أو تعبوا المعلومات، بتحطوا الإيميل، وهون بتعيدوا الإيميل مرة تانية، وهون الباسورد، وهون الاسم المستعار اللي حابين يكون للموقع، يعني النيكنيم اللي حابين تستخدموه بالموقع، وهون العمر، بنختار الشهر السنة، وهون بنختار ذكر أو أنثى، وبعدين أنا لست برنامج روبورت. وبعد ما تعبي كل المعلومات بنختار ساين أب، وبعد ما نعمل ساين أب بنرجع للموقع الأساسي تبعنا اللي هو بلايليست بوش. هذا هو الموقع. هون بس بنرجع بنعمل تسجيل دخول، بنحط الايميل او بنسجل عبر السبوتيفاي، وبعدها بتظهر لكم هي الصفحه. اكيد اللي ما عنده 400 متابع ما بتظهر هي الصفحه، بس انا استثمرت 5 دولار مقابل المتابعين وسجلت بالموقع، وطبعا الاستثمار ناجح لانه عم احصل على 12 دولار على كل غنية عم بسمعها بالموقع. واكيد انا ما عندي وقت اسمع هالاغاني، واصلا ما كتير بحب اسمع، فبعمل بميوت بلغي الصوت وبتركه يشتغل. هدول هن الالبومات، كل اللي عليكم تضغطوا على الالبوم او الغنية حسب هن شو حاطين، وبعدين بتشتغل. ولما يخلص الألبوم أو الغنية بيحسب لكم على كل غنية 12 دولار، لو كانت الغنية 5 دقائق أو حتى دقيقتين نفس الشيء، يعني السعر موحد 12 دولار، وفيكم تسحبوا رصيدكم عبر الباي بال بكل سهولة. طبعا طولت عليكم بالشرح، بس هذا كان بالتفصيل لتفهموا كيف تشتغلوا على الموقع. إذا عندكم أي استفسار خبروني بالتعليقات. إذا عجبكم هالنوع من الفيديوهات خبروني بالتعليقات لحتى نزلكم فيديوهات أكثر عن الربح من التيك توك أو إنستغرام أو حتى يوتيوب. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بحبكم كتير وبتشوفوني انتو في فيديو جديد. سلام.